شكرا جزيلا لك شهرزاد. مستمعين الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير، واهلا بكم في هذا الفضاء الصباحي من اذاعه الجزائر القناه الاولى. ضيفنا اليوم هو السيد عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئه العليا المستقله لمراقبه الانتخابات. صباح الخير معالي الوزير. مرحبا، صباح الخير. اذا نصبك رئيس الجمهوريه وفقا للماده 194 من الدستور الجديد على راس الهيئه العليا المستقله لمراقبه الانتخابات. الان يتساءل المواطن، ما دور هذه الهيئه وما الجديد الذي ستقدمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله. اسمح لي في البدايه اني اشكركم على هذه الدعوه الكريمه في الاذاعه. وانت مشكور على تلبيه الاولى الدعوة. وانتهز هذه الفرصة أولا لأتقدم بجزيل الشكر والعرفان لفخامة الرئيس على هذه الثقة. هذه الثقة بالنسبة لي غالية جدا، لأنه أن تفتح لي فرصة من جيلي في خدمة بلدي أعتبره تتويج. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قادرا على أداء بعض المرجو، لأن المسؤولية ثقيلة والظرف حساس جدا. وأيضا طبيعة المسؤولية هذه في حد ذاتها شديدة الحساسية. اثنين، أود بالمناسبة أيضا أن أشكر جميع الأحزاب التي ردت على الاستشارة الرئاسية. نعم. جميعهم، يعني من وافق ومن تحفظ ومن من اعترض. واعتقادي أنهم جميعا على خط واحد في الدفاع على المصلحة الوطنية فيما يتعلق بالانتخابات. جميعهم حريصون على أن الانتخابات تكون في ظرف هادئ مستقر نظيف وشفاف. فلم يكون سبب الاعتراض هذا، وسبب التحفظ هذا، وسبب الموافقة هذا، أنا أشكرهم جميعا على ذلك. وبالمناسبة إذا كان زيد ناخذ شوية بعيد عن سؤالك، يعني أنا أرحب بجميع التشكيلات السياسية للتحاور حول الانشغالات التي تهم الانتخابات، أولا لأستفيد من آرائهم وملاحظاتهم، وكما يقال نصف عقلك عند غيرك، لعلنا جميعا بذلك نقدم لبلدنا أفضل ما يمكن أن نقدمه، متوافقين على تحديد هدف هذه الانتخابات. هذه الهيئة بالمناسبة لابد أن تعرف لأنها جديدة. هذه الهيئة ليست كسابقاتها مما يعتقد الناس. هذه الهيئة ليست مناسبتية تشتغل بمناسبة الانتخابات، هذه هيئة دائمة أولا. ثانيا، هذه هيئة دستورية، لأن الدستور هو الذي ينص على إنشائها، فتستمد قوتها من نص الدستور اللي هو القانون الأساسي للبلد الذي ينظم الحياة الهيكلية السياسية العامة في البلد، التنظيمية العامة في البلد. فالدستور كما تعلمون ينظم حياة البلد عموديا وينظمها أيضا أفقيا. نعم. ثالثا، وجود هذه الهيئة دائمة غير مناسبتية ومستقلة قانونيا وماليا يعطي ضمانة أولى أساسية لعمل هذه اللجنة. الآن هل كيف تعمل هذه اللجنة؟ هذا ما نحن مقبلون عليه. النية معقودة على أن تكون هذه اللجنة مستقلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وحتى تكون كذلك لابد أن يساهم الجميع من أجل تحقيق هذا الهدف السامي. نعم. هنا كيف ستعمل الهيئة سيد عبد الوهاب دربال؟ هل ستبرمجون لقاءات مع القوى السياسية في الجزائر لكي تستمعون إليهم؟ أنا أعتقد أن بعد ما إن شاء الله تفتح المكان الذي سنشتغل فيه ستكون مفتوحة دائما لجميع من تهمه الانتخابات من التشكيلات السياسية، من أجل التحاور والتشاور وإبداء الرأي وإبداء الملاحظة في أي وقت هي مفتوحة لذلك. في الوقت الحالي ماذا تعملون؟ نصوص تنظيمية؟ هناك نصوص تنظيمية في الوقت الحالي؟ ما زلنا في التأسيس. في التأسيس. أنا دخلت الجزائر منذ 24 ساعة فقط. ما إحنا الآن ما زلنا في التأسيس. أنت تعرف الجزائر
أصعب حاجة في الجزائر أنك تلقى مقر. ومقر ملائم لعمل مثل هذه اللجنة بكل هذه التطلعات. فإحنا في مرحلة التأسيس. فأنا لا أحب أن أطلق وعود هكذا في وأمال في الخيال. إحنا في مرحلة التأسيس، وأصعب المراحل هي مرحلة التأسيس. بعد ما نأسس إن شاء الله القاعدة الأساسية لهذه الهيئة، ستكون مفتوحة بالتأكيد لكل الطبقة السياسية، وهو جميعهم مرحب به. نعم سيدي الفاضل، الدستور أعطى صلاحيات لهذه الهيئة، هذه الصلاحيات من أجل ضمان شفافية الانتخابات. في الانتخابات السابقة في الجزائر دائما كانت المعارضة تنتقد الانتخابات، ربما تتهم دائما الإدارة بأنها قامت بالتزوير، العكس الإدارة تنفي ذلك. الآن عندما تكون هناك هيئة مستقلة ستشرف على كل شيء، كيف سيكون تعاملها مع الإدارة وكذلك مع القوى السياسية، 70 حزب لدينا معتمد، كذلك كيف ستتعامل مع المجتمع المدني؟ تعرف أن الهيئة، أولا تشكيل الهيئة مهم، لأنه سيعكس كثير من الإجابة. الهيئة تتشكل من 410، نصفهم من كبار سادة القضاة في البلد. نعم 205. نعم ونصفهم من المجتمع المدني، والمجتمع المدني اعتدنا في الجزائر كان نتكلم عن المجتمع المدني فيها ضبابية شديدة في المجتمع المدني. المجتمع المدني يعني سيختارون من المؤثرين في الحياة الاجتماعية العامة. وهذه شخصيات أيضا مقدرة ومحترمة من النساء والرجال، الذين بالتأكيد سيعكسون مصلحة المجتمع وسيعكسون متطلباته. إذن الهيئة لما تتشكل من هذا التشكيل المتميز، بالتأكيد ستتعامل مع الإدارة، ستتعامل مع المجتمع، ستتعامل مع الإعلام، ستتعامل مع كل ما يتهمه الانتخابات. الآن الكلام على التشكيك، أنا دائما أقرأ التشكيك إيجابي مش سلبي. نعم ليش أقرأ إيجابي؟ الذي يريد أن يخدم مجتمعه عن طريق برنامج سياسي يتقدم به في شكل حزب. نعم لا شك أن هذا البرنامج يريد له أن يتقدم وأن ينجح حتى يمكنه في المجتمع، لأنه يريد به المصلحة. هذا هو المفروض. إذا كان هذا هو المفروض، طبيعي جدا أنه لابد أن يؤمن هذا البرنامج، لا يلقيها كفا، يؤمنه. نعم. يترشح يؤمن أنه نظيف، يؤمن أنه عادل، يؤمن أنه ما يعطى له يأخذه. تشكيك شيء من الحرص على التأمين. نعم. متاع المسار. هذا الحرص، هذا مطلب شرعي صحيح ومشكورين عليه، وهو هدفنا جميعا اليوم في أن نؤمن لكل مساهم في الانتخابات أن يأخذ حقه القانوني كاملا. قضية الكلام على أن الانتخابات دائما يشوبها كثير من الشك. نعم. هذه ليست قاصرة على الجزائر، دائما تجاوزت تقريبا موجودة في العالم كله. الانتخابات فيه الكلام على هذا. نعم. بالمناسبة، بقدر ما يتطور المجتمع ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، بقدر ما تتطور نوعية هذا التشكيك. نعم. احنا متزامنين الآن مع نتائج انتخابات في الولايات المتحدة. نعم سنتحدث عليها. انا رقبت انا ذهبت مراقب للانتخابات في سنة 1996 للولايات المتحدة. فلما كنت اتكلم مع المهتمين بالانتخابات في الولايات المتحدة، كان يقول الانتخابات في الولايات المتحدة عندنا ليست نظيفة. قلت لهم لماذا؟ قالوا لي ان فيها ما يسمى بالديرتي ماني. نعم. المال الوسخ. نعم. لأن الناس ينفقون كثيرا من المال، يستهون به كثير من الناخبين. وبالمناسبة مشاركة الانتخابات في الولايات المتحدة دائما أقل من 50%. كثير من يشاركون في الانتخابات من مستفيدين من مال الوسخ. فالانتخابات إذن لا تعكس حقيقة الإرادة عندهم، وهذا نوع بالنسبة لهم من عدم شفافية الانتخابات. فبقدر تطور المجتمع تكون الاحتجاجات على الانتخابات.
أنا أعتقد أنه تأمين نزاهة الانتخابات مطلب شرعي ويجب أن يتخندق فيه الجميع، لأنه الانتخابات لا تكون نظيفة بكثرة النقد وكثرة التشكيك وكثرة الشكوى. الانتخابات تكون نظيفة بكثرة العمل وكثرة السهر وكثرة الوقوف وكثرة المراقبة وجدية ذلك وبدون مزايدة. نعم سيدي الفاضل، هل اتصلت بك الأحزاب السياسية بعد تنصيبكم من قبل رئيس الجمهورية؟ اتصلوا بي كثير من أنا تربطني بعلاقات الحمد لله حسنة مع إخواني من العاملين في الطبقة السياسية، تعاملنا كثيرا مع بعض في السابق لما كنت وزير علاقات مع البرلمان ولما كنت برلماني قبل ذلك. نعم. ويعني أنا من الذين يؤمنون كثيرا، الإخوان في الطبقة السياسية يعلمون، لما كنت وزير الانتخابات كان شعاري في التكلم مع من يمثلون الأحزاب آنذاك كرؤساء مجموعات برلمانية، كنت نعم. قلت لهم بشعار مشهور: نحن أصدقاء لأننا مختلفين. ولذلك أنا اعتقادي أن الحوار الدائم بين الأحزاب بالتأكيد سينفع بلدنا كثيرا، لأن أول عهدة كنت فيها أنا شخصيا كانت الأحزاب لا تتكلم مع بعضها، أكملنا العهدة ونحن أصدقاء. ولهذا أنا في تصوري لابد أن نكثر من الحوار، نكثر من النقاش، حتى ولو اختلفنا، اختلافنا لا يعني نحن نختلف على من يقدم أحسن للبلد، وهذا في حد ذاته إيجابي. سيدي الفاضل، توقفنا قلت قبل قليل أنه الهدف من هذه الهيئة المستقلة هو شفافية وضمان سير أحسن للانتخابات أو الانتخابات المقبلة. الجزائر المشرفة على انتخابات تشريعية في 2017، الأحزاب في الوقت الحالي تتحرك من أجل تحضير نفسها لهذه الانتخابات. الدستور الجديد أعطى عدة مواد جديدة وكذلك انبثقت عنها مواد عضوية. هناك من يتحدث عن نسبة 4% اللي تحصل عليها الأحزاب في قانون الانتخابات، يقولوا أنه احنا تحصلنا العام الفارط أو في الانتخابات الفارطة على 4% من الإشحاف، أنه لا ندخل معركة السباق الانتخابات في 2017. كيف تعالجون هذا المطلب؟ هو أولا الدستور لما نص على الهيئة وتكلم أيضا على الانتخابات، تنظمت الانتخابات في قانون جديد للانتخابات وهو قانون عضوي. والهيئة أنشئت بقانون آخر عضوي. نعم. فقانون الانتخابات فيه نصوص كثيرة طبعا تتكلم على كيفية تنظيم الانتخابات، لأنه هذا موضوع هو قانون الانتخابات بالتأكيد يعني. لكن القانون العضوي تاع اللجنة يتكلم على تشكيلتها وصلاحيتها. فأنا أجيبك على ما يتعلق بصلاحيات اللجنة. نعم. متعلق بتنظيم الانتخابات. أما المتعلق بتنظيم الانتخابات فهذا مسؤول عليه قانون الانتخابات والجهة الإدارية المنظمة له، المنظم. يعني مثلا في أصحاب الاحتياجات الخاصة، هذه الفئة يعني اللي قل عددها أو كثر، هم مش جزائريون، هم يقال أنهم مقدرة بثلاث ملايين، وهم يلعبون الدور كبقية أفراد الشعب في الحياة العامة، والحمد لله رب العالمين. يعني لأنه الإعاقة هي من لا يرزقه الله عقلا، أما بقية الإعاقة إلا فقد عقله، أما الباقي الإعاقات كلنا معاقين بشكل أو بآخر. يعني الإعاقة هذه نسبية، الإعاقة هذه. وأنا كنت مدرس بالمناسبة، كانوا عندي كثير من أصحاب الاحتياجات الخاصة، كانوا من أبرز طلبة عندي هما. نعم. ولهذا يعني قضيت أن يشارك في الانتخابات وغيره وغيره، هذا مش حق فقط، واجب أيضا عليه. نعم. والحمد لله كيف تهيئ له الظروف المجتمع الجزائري. نعم. لعله بدأ يعتني بهذه الشكل، لهم قانون خاص. ثم نحن نلاحظ كثيرا حتى الإدارات الآن أصبحت هناك مصاعد خاصة بأصحاب الاحتياج الخاصة في البريد، في المستشفيات، في غيره، في المساجد يعني. نعم. اعتقادي أنه يؤخذ بعين الاعتبار أيضا في المراكز الانتخابية ومكاتب الانتخابات، يأخذون بعين الاعتبار يعني في مثلا يصوتوا يدلوا بوجبهم
وبحق نعم. الانتخاب في أماكن سهلة بالنسبة نعم. لهم كذا. لكن أعتقد أن الداخلية إخوان في الداخلية لا يقصرون في 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 أخذ بالاعتبار هذه المسألة هذه لا يقصرون فيها نعم. وهذه بالمناسبة يحكمها التنظيم نعم. يحكمها التنظيم لأن توفير الوسائل المادية للانتخابات نعم. ومنها هذه نعم. هذه مسألة متعلقة بمصالح الداخلية ولهذا ما أنا شخصيا لا أستطيع أن أقول إلا أنه نضم صوتي لكل جزائري يطالب بتسهيل مهمة هؤلاء لأداء واجبهم نعم. تبقى في الهيئة الناخبة الآن وزارة الداخلية دخلت عملية العصرنة في القوائم وكذلك في بطاقة الناخب ودائما الأحزاب تقول يعني هناك بعض الأحزاب اللي قالت أنه هناك من الموتى من انتخبوا في انتخابات سابقة وشوف الحكومة الإلكترونية كما يسموها حديثا نعم. يعني ستقضي على مشكلات كثيرة من هذا النوع لأن الإدارة الورقية نعم. الإدارة الورقية فيها كثير من النواقص وفيها كثير من الثقل وفيها كثير من البيروقراطية وأحيانا هذه البيروقراطية والثقل يعني تداول المسؤولين على الإدارات نعم. يضيع كثير من المسائل فيضيع كثير من الحقوق. القوائم الانتخابية كما الحالة المدنية لما بدأت البلد تصلح في الحالة المدنية لقينا آلاف الطلبات أمام المحاكم في تصليح الأسماء فقط نعم. فإذا المشكل المطروح على هذا المستوى أنا اعتقادي أن المجهودات الجبارة التي تبذلها الداخلية نعم. في عصرنة القطاع عصرنة الإدارة نعم. إدارة خاصة نعم. الحالة المدنية وما يتعلق بالمواطنين وغيره سيلعب دور أساسي نعم. في المواطن يعني يشهد هذه القفزة النوعية من خلال ذهابه إلى البلديات والمصالح الخاصة واحتكاكه كخدمة عمومية يعني حتى لا نذهب بعيدا في المسألة هذه لأننا نحب نتكلم نعم. في أثرها في الانتخابات يعني أنتم لاحظتم أنه بطاقة التعريف الإلكتروني البيومترية راهي في تقدم الآن وكلما عمت هذه البطاقة كلما سهلت قضية مراقبة القوائم نتاع الناخبين نعم. لأنه لما تصبح هذه مركزية في معطيات مركزية لا يمكن أن يكون الاسم مرتين في ولايتين نعم. لا يمكن يسقط مباشرة أوتوماتيك ما يسقط يعني نعم ولذلك بقدر ما تتقدم هذه العملية بقدر ما تسهل عملية تنظيف وتحيين القوائم الانتخابية نعم. بالنسبة للصناديق والظروف نعلم أنه الأمور المادية تحضرها وزارة الداخلية ولكن حتى للجنة ربما كلام في نوعية الصناديق الشفافة دائما يطالبون بها سواء الأحزاب الحاكمة أو الأحزاب المعارضة أنا أعتقد الصناديق ما لم تعد مشكلة كانت الصناديق دائما شفاف والناس كانت دائما عندها نفس الاحتجاجات نفس الشكل ولذلك هذا ما أعتقدش أن المسألة مشكلة في نوع الصندوق المشكل المطروح في الضمانات نعم. الضمانات الآن الضمانات اليوم الضمانات أكثر من أي وقت مضى اليوم الضمانات موجودة أكبر من أي وقت مضى الآن من يسهر على هذه الضمانات أنا أعتقد مربط الفرس كله هنا من يسهر على هذه الضمانات أنا نقول لكم بشكل رسمي أن سلطات في البلد على أعلى مستوى نعم. هدفها أن تكون انتخابات نظيفة نظيفة ونزيهة الآن كل من يخشى على البلد كل من هو حريص على البلد كل من هو حريص على أمن البلد واستقرار البلد وتطور البلد وتقدمه إلى الأمام وضمان الحريات فيه يسهر على نظافة الانتخابات لأن الذي يلعب بهذا المسألة هذه يلعب بأمن البلد ويلعب باستقرار البلد ويلعب بتطور البلد ويلعب بأمانة الشهداء يعني. نعم. ولهذا احنا في نوفمبر نتكلم على أمانة الشهداء البلد من أجل أن يستقر نعم. وهو الحمد لله مستقر اليوم من أجل أن يشتد استقراره ويشتد ازدهاره ويأخذ المكان اللائق به في المجتمع الدولي يجب أن يظهر أبناء هذا الشعب وأنا متأكد أنهم كلهم على هذا النوع من الحرص على أن هذه الانتخابات تكون نظيفة فولذلك قلت في بداية الكلام أنه الانتخابات لن تكون نظيفة بالشكوى تكون نظيفة بالعمل كل جهد يصب جاد نعم جهد جاد صادق
حقيقي بدون مزايدة على أن الانتخابات تكون نظيفة وتكون هادئة وتكون مسؤولة، مرحب به، لأنه عملية التشكيك في كل شيء هذه ما تخدمناش كثيرا في البلد. نعم سيد عبد الوهاب دربال، بالنسبة لاستحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، هل ستلغي اللجان مثلا اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أو الهيئة العليا للقضاة؟ لا، هذا كان خلط شديد، لأنه الانتخابات كل مرة فيها لجنة من أجل توضيح للقضاة ومرة فيها لجنة مستقلة ومرة فيها لجنة أدوك ومرة. أنا قلت قبل قليل كان قانون الانتخابات وكان قانون الهيئة. نعم. هذوما الآن القوانين فقط اللي يحكموا الانتخابات. هذوما القوانين يحكموا الانتخابات. لما تقرأ قانون الانتخابات، قانون الانتخابات فيه كيفية تنظيم الانتخابات بما فيها اللجنة الإدارية لمراقبة الانتخابات. وفي اللجنة الإدارية هذه كان طريقة ممارسة تنظيم الانتخابات من طرف الطبقة السياسية المشاركة في الانتخابات. نعم. أنا ما نقولش لها حق المراقبة، لها واجب المراقبة. لها واجب المراقبة. نعم. ولا تستطيع أن تضع في كل مكتب مثلا في ولاية من الولايات في مكتب من المكاتب يشارك 25 حزب، لا تستطيع أن تضع 25 مراقب في كل مكتب، 25 مراقب في كل حزب. نعم. القانون يقول الأحزاب يتفاهموا فيما بينتهم، يخرجوا بينتهم 5 من الأحزاب. مسؤولية، أنا في تصوري مسؤولية الطبقة السياسية اللي هنا أن تتضامن من أجل أن نساهم جميعا في نظافة الانتخابات، بحيث أننا نستطيع أن نراقب الانتخابات على المستوى الوطني بشكل متوافق، بشكل متوافق. فإذا كان كاين جدية في المطالبة بنزاهة الانتخابات، يجب أن نقف ونعمل جاهدين على أن المراقبة تكون في جميع المكاتب وتكون بالتوافق. الآن هذا ينظم قانون الانتخابات، قانون الانتخابات. نعم. بالنسبة للقانون العضوي الذي أنشأ اللجنة وأعطاها صلاحيات تراقب الانتخابات أيضا على مستوى الولايات، لكن هذه اللجنة كثير من الناس يلعبون على الأرقام، قال من يستطيع أن يشارك مئات الالاف من المراقبين، لجنه فيها 410 من الناس، يعتقدون ان اللجنه افرادها يهزوا المحافظ نتاعهم ويدوروا على الاقسام ويشوفوا الانتخابات نظيفه ولا مش نظيفه. نعم. حقيقه هذا كلام فيه كثير من التغليط وفيه كثير من التبسيط والتسطيح. نعم. كيف تتصور انت العمليه؟ ليست كذلك. نعم. هؤلاء قلت انهم من نخبه القضاة ومن نخبه المجتمع المدني. هؤلاء هم الذين يتولون المراقبه للسير الصحيح للانتخابات، فيتلقون الشكاوى، يتلقون التحفظات، يتلقون التظلمات. كيف يتلقون الشكاوى؟ بمعنى أن الهيئة ستكون لديها عتاد، ستكون ممثلة على مستوى كل ولاية. نعم. ستكون ممثلة على مستوى كل ولاية، وسيكون لها مكتب على مستوى كل ولاية، وستتلقى كل ذلك على مستوى كل ولاية. نعم. تتلقى المعلومات، يعني تتلقى كل ما يتعلق بالانتخابات على مستوى الولاية. بالنسبة للفرز، عملية الفرز، هذه مسألة سنستبق. نعم. حتى نصبوا الفاشدة ونتفاهموا. نعم. على نعم. نعم. سيدي الفاضل، يوم أمس يعني كانت الانتخابات الأمريكية، ودائما الغرب يدعي الديمقراطية أحيانا، ولو أنهم ديمقراطيين في الحقيقة ربما بالمقارنة مع دول العالم الثالث، الغرب لديهم ديمقراطية ولكن بحسب مصلحة بلدهم. كنا شاهدنا حراك تقريبا بين ترامب وهيلاري كلينتون. الوطن العربي والدول العربية وكذلك منطقة شمال إفريقيا تهتم كذلك بنتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية. كنت راقبت في انتخابات السابقة. الغرب ديمقراطي مع نفسه، لكنه ليس جيد ديمقراطي مع الآخر. نعم. الغرب ينتمي إلى حضارة الحق عنده مرتبط بالقوة وليس مرتبط بالعدل. احنا ننتمي إلى حضارة الحق فيها مرتبط بالعدل. نعم. ولذلك ثقافتهم أنا الأقوى إذن أنا صاحب الحق.
أن احنا أنا صاحب الحق لأنني قضيتي أعدل. نعم. وهذا جوهري في قضية تحديد مفهوم الديمقراطية عندنا وعندهم. هذه حاجة مسألة لابد أن تناقش كثيرا لأنها أساسية. اثنين، الغرب صادق لما يتعامل مع مجتمعاته في تنظيمها لأن مصلحته في ذلك. نعم. منطلق الصدق في الغرب هي المصلحة مش القيمة، مش القيمة المثالية ولا القيمة الأخلاقية، لا هي المصلحة. ولذلك إذا كان استدعى في مصالحه مع الخارج أنه يكذب يكذب، وقد حصل هذا في ليبيا وحصل في سوريا وحصل في العراق. نعم. لما تتعلق مصلحته تحقيق مصلحته بأنه يكذب ويعتدي يكذب ويعتدي. ولكن قضية الديمقراطية في الغرب والديمقراطي ناخذوها أنا اشتغلت كثيرا في الغرب ناخذوها. هل تعتقد فوز ترامب سيزيد تعقيد بالنسبة للأزمات الحالية؟ لا والله ماشني عارف. على كل حال أنا نبارك للشعب الأمريكي على أنه مرت الانتخابات نتاعه كما أرادها أن تمر. لا شك أنه هذا خيار والمجتمع الأمريكي سيد أن يختار من يريد يعني. وهذا يعني احترام إرادة الشعوب، يختار من يريد حتى ولو كان لا يعجبك الشخص ولا يعجبك، هذه إرادة شعب لابد أن تحترم كما هي. ولكن لابد أن نضع في الاعتبار نتاعنا بأنه منذ الآن عشرية تقريبا والعالم الغربي يميل نحو اليمين. نعم. ويميل أدركنا الوقت سيدي الفاضل. في الأخير، أي التجارب الديمقراطية التي تميل لها؟ الهند مثلا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية؟ والله أنا أميل إلى أن أمرنا شورى بيننا. نعم. شكرا جزيلا لك سيد عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، شكرا على تلبية الدعوة وهذا الحوار الحصري للقناة الأولى والإذاعة الوطنية. كما أشكركم السادة الكرام على حسن المتابعة والإصغاء لمتابعة هذا اللقاء بالصوت والصورة. زوروا موقع الإذاعة الجزائرية www.radioalgeri.com أو صفحتنا عبر الفيسبوك ضيف الصباح باللغة العربية وكذلك اليوتيوب. إلى اللقاء.